السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله الفصل الأول الدرس 3 التمثيل البياني بالصور رياضيات الصف الثالث الترم الأول، ومعنا كتاب قطر الندى. بيقولي انظر إلى جدول العلامات التكرارية الآتي ثم أكمل وأجب عن الأسئلة. اتفقنا إن دي اسمها حزمة، والحزمة فيها 5، فنعد على طول 5 و2 7. هو بيقول لي الفواكه المفضلة، ودي العلامات التكرارية. احنا هنعد ونحط الارقام. هنا عندي البطيخ 5 و2 يبقى 7، 5 و5 10 و1 11، 5 3 4. جمعنا البيانات بتاعتنا، يلا بينا نشوف الحل. ما عدد التلاميذ الذين فضلوا البطيخ؟ كم واحد بيحب البطيخ؟ 7. طيب اي الفواكه اكثر تفضيلا لدى التلاميذ؟ اللي هي اكبر عدد، اكبر عدد عند مين؟ عند التفاح. هكتب التفاح. ما عدد التلاميذ الذين فضلوا العنب عن العنب والبرتقال؟ اجيب العنب، عندي 3 والبرتقال 4، يبقى 3 + 4 بتساوي 7. كم يزيد عدد التلاميذ الذين فضلوا التفاح عن الكمثرى؟ التفاح عندي 11 والكمثرى عندي 5، يبقى 11 - 5 بتساوي 6. طيب ما عدد التلاميذ الذين فضلوا جميع الفواكه؟ يبقى هجمع كل الارقام مع بعض، 7 + 11 + 5 + 3 + 4 هيديني 30. طيب هنا انظر الى التمثيل البياني بالصور للرياضة المفضلة ثم اكمل الجدول التالي باستخدام العلامات التكرارية كما بالمثال. طيب انا قبل ما اشوف هنا لازم اشوف مفتاح الحل. بيقول لي ان هنا التلميذ او الشكل ده يعني بيساوي 1 تلميذ، يعني انا هعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى هرسم 9 5 4. او اقول للطفل طلع 9 على ايدك، هيطلع لي 9 كده صح. اقول له يبقى هنا عندي حزمة اللي هي مكونة من 5 وعندي 4 لوحدهم، هيروح عامل الحزمة اهي والاربعة. طب هيعد دول هيلاقيهم كام؟ هيلاقيهم 8. طلع 8 على ايدك، ادي 8 اهو، يبقى حزمة و3 لوحدهم. تمام، هنا 3 هيعمل 3 عصيان، وهنا عندي 5 5 هي يعني حزمة، هيروح عامل الحزمة ويكتب لي الارقام 9 8 3 5. طيب تعالوا بقى نشوف دي. بيقول لي التمثيل البياني بالصور يوم عندي الايام هنا. انظر الى التمثيل البياني بالصور التالي الذي يوضح عدد ساعات المذاكره لتامر خلال ايام الاسبوع. مش مهم يعني، المهم عندي المفتاح بتاعي ان النص ساعه بتديني ساعه واحده واحد يعني، والساعه الكامله باتنين، الساعه الكامله باتنين والنص بواحد. يعني اما اجي اعد كده اقول 2 4 6 8 ونص بواحد 9، 2 4 1 5، 2 4 6، 2 4 6 1 7، 2 4 6 8 10، 2 1 3. وابدأ اخد الارقام بقى اللي انا جبتها هنا وابدأ امثلها بيانيا. اقول له تاني 9 اهو 5 و4، يبقى عندي حزمة واربعة. يوم الحد 5، ادي 5 حزمة. 6، ادي 6 اهي، يبقى حزمة واحد. 7 7 و2، يبقى حزمة و2. 10 5 و5، حزمتين او حزمتين، 5 و5. اللي بعدها 3 هنعمل 3 ايه؟ 3 عصيان. واكتب بقى الارقام بتاعتي اللي انا جبتها هنا كده، نروح كاتبينها هنا. طيب عندي كمان هنا بيقول لي الجدول التالي يوضح بيانات عن صيد الاسماك لمدة 5 ايام باستخدام العلامات التكرارية. ماشي، هنعد العلامات التكرارية 5 10 15 20، 5 10 15، 5 10 15 20، 25 30، 5 10 15 20 25، 5 10 15 20 25 30، 35. طيب عايزني اعمل ايه هنا بعد صيد سمك؟ قال لي السمكة ب10 والنص سمكة ب5. طب انا قلت يوم الاثنين عندي 20 واحدة، يبقى انا الواحدة ب10، يبقى هرسم سمكتين ب20. طب يوم الاثنين 15، يعني 1.5، يبقى هرسم سمكة ونص. واحدة ب10 والتانية ب5، يبقى 15. بعديها 30 30، يبقى 3 سمكات، 10 20 30. بعدها 25، يبقى سمكتين ونص. 10 20 25. اللي بعدها 35، يعني 3 سمكات ب30 ونص. 10 20 30 و5 35.
طيب هنا برضو بيقول لي اكمل التمثيل البياني بالاعمده اللي هو صيد الاسماك لمده 5 ايام. احنا قلنا يوم الاحد ده 20، ده اللي هو الجدول اللي فات. يوم الاحد بقى هنبدأ نرسمه 20، الاثنين 15، الثلاث 30، الاربع 25، والخميس كان 35. طيب هل هناك يومان تم فيهما صيد نفس العدد من الاسماك؟ اقول له لا مفيش، كل واحده مختلفه عن الثانيه. طيب معدل الاسماك تم صيدها يوم 2 و3 مع بعض، الاثنين 15 والثلاث 30، يبقى 5 زائد 0 بتساوي 5، و1 زائد 3 بتساوي 4. في اي يوم تم صيد اقل عدد من الاسماك؟ اقل عدد كان يوم الاثنين، اهو هو اقل رسمه او اقل تلوين. طيب اكتر عدد من الاسماك تم صيده كان يوم الخميس، هي كلها متلونه الخميس. طب كم يزيد عدد الاسماك اللي تم صيدها يوم الاربع عن الاثنين؟ يوم الاربع كان 25، ويوم الاثنين كان 15. بقول 25 ناقص 15 5، ناقص 5 0، و2 ناقص 1 1. مقياس الرسم المستخدم يتم القفز بمقدار، اجيبها منين دي؟ اهي 0 5 10 15 20 25 30 35، يبقى انا بقذف بكام؟ بخمسة، كل مرة بطلع بخمسة. تمام، ويلا بينا نشوف الواجب بتاعنا اللي هو قيم تلميذك. عندي العلامات التكرارية، يلا نعدها. 5 10 1 11، 5 1 6، ادي 4، ادي دي بقى هنجيبها منين؟ بتاعت الكلب كانت مش موجودة، اجيبها منين؟ اهي موجودة تحت. بيقول لي ان رسمة الولد دي باتنين تلميذ، والنص ولد بواحد تلميذ. طيب هنا عند الكلب كام؟ يبقى اقول 2 4 6 8 1 9، يبقى انا هرسم التسعة 5 وكام؟ 5 و4. يبقى انا كده جمعت الارقام بتاعتي هنا. طب انا عايزة اجمع هنا، اول حاجة القرود عندي 11، الواحد باتنين اقول له 2 4 6 8 10، وارسم نص واحد يبقى 11. طب التانية كام؟ 6، ارسم 1 باتنين 4 6، يبقى رسمنا 3. اللي بعدها 4 2 4، رسمنا 4، 2 4 6 8، ونص 1 ب9، دي خلصناها. طيب ما عدد التلاميذ اللي بفضلوا الكلب؟ اقول له 9، اهم 9 9. طيب عايزه التلاميذ اللي فضلوا الفيل والزرافه مع بعض، الفيل والزرافه اللي هما في النص 6 و4، يبقى اقول 4 زائد 6 بتساوي 10. كم يزيد عدد التلاميذ الذين فضلوا الكلب عن الفيل؟ الكلب قلنا 9، والفيل قلنا 4، يبقى 9 ناقص 4 بتساوي 5. طلع على ايدينا كده 9 ناقص 4 بتساوي ايه 5، وكده خلصنا الدرس رقم 4. اشوفكم ان شاء الله في الدرس رقم، الدرس خلصنا الدرس رقم 3، وان شاء الله ناخد الدرس رقم 4 اللي هو مخطط التمثيل بالنقاط في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.